لكن منطقيا إن دخل البشر الجنة كبشر فستحدث مجزرة. كأن تضع تذكرة واحدة للخلود الأبدي على هذا الكوكب. أحذر بعض الفشار، فالبشرية تبيد بعضها على المباشر. لكني لست هنا لأبحث عن هذا، فقط أحمق سيتمنى البقاء هنا طويلا. للسادة الذين فهموا للتو أنني أتحدث عن الانتحار. سؤال فقط، ما الذي ستفعله إن لم يرق المكان الذي ستذهب له روحك؟ تنتحر مجددا؟